انا هب ماشي يا هبة. صباح الفل صباح الفل عليك يا أستاذ هبة، محمد، زميلتي صباح هبة التفاؤل، المصري، مقدمة برنامج بنات حواء. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. أنا طبعا شرف ليا إن أنا أعمل المداخلة دي دلوقتي، وبقول لحضرتك ألف ألف مبروك على الانطلاقة الجديدة دي، وطبعا حضرتك دايما بتوعدنا بالتقدم دايما وبال بالحاجات الجميلة اللي احنا بجد بجد، يعني انا بقالي يعني داخلة في سنتين مع حضرتك اهو، وده ودايما يسعدني جو ويشرفني. ميديا، دايما جو ميديا بجد، يعني احنا فخورين ان احنا تحت رعاية جو ميديا وتحت رعاية استاذ محمد رمضان، بجد بجد يعني احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه، دايما دعم لكل برامج جو ميديا، ربنا يوفقك دايما يا رب. ربنا ربنا يخليك يا هبه، وكل الدعم لكل البرامج اللي موجوده في قناه الصحه والجمال. الصحه والجمال هي جو ميديا، وجو ميديا هي الصحه والجمال. احنا الاثنين شيء واحد، كيان واحد، عايزين نقدم حاجه كويسه، عايزين نقدم حاجه شكلها كويس، وان شاء الله باذن الله اللي جاي اقوى وافضل بكتير، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون في مفاجات اكبر واكبر. وصباح الفل ان عليك شاء يا هبه، الله ان شاء الله، وتحياتي ليك. مش عايزه بالتقدم تقولي رساله دايما يا استاذ لاحد؟ محمد. والله انا بشكر كل القائمين على يعني الشكل الجميل ده، وبجد بجد احنا بنشكر كل اللي تعبوا، انا عارفه طبعا انتوا كلكم تعبتوا قد ايه، وانا كنت بشوف بعيني كل الحاجات اللي انتوا كنتوا بتعملوها علشان ان احنا نطلع بشكل لائق وبشكل جميل، يعني يبقى اسم صحه وجمال دايما وتقدم دايما يا رب، وربنا يوفقكم دايما. ان شاء الله باذن الله، شكرا جدا واللي جاي اقوى وافضل. هبه صباح الفل عليك. ان شاء الله. تحياتي شكرا هبه المصري، مقدمه برنامج بنات حواء، يوم الاحد الساعه 5.